اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. واحد البنت من بين البنات اللي اشتركوا في الكورس ديالي سولتني هذا السؤال. انا من صغري كانت كتجيني القرايه شي حاجه صعيبه، بغيتك تقول لي كيفاش تولي تجيني القرايه شي حاجه سهله. مرحبا اختي، غنجاوبك في هذا الفيديو. وقبل ما نبداو الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي او لا باك حر علمي باك احرار او اللي عنده السيزيام كننصحو يتسجل في هذا الكورس هذا اللي صاوبته انا، كورس الاجتماعيات لسنه كامله مستوى اولى باك علمي وباك حر علمي. حاليا كاين عرض في هذا الكورس هذا في هذا الشهر الاخير، اللي بغى يشري الكورس يتواصل مع المكلف. انا نخلي الكومونتير لتحت فيه المعلومات وفيه الرابط منين تدخل باش تهضر مع المكلف مباشره في الواتساب، او الا بغيتي تهضر معاه من خلال هذه النمره. هذه هي النمره ديال المكلف. ندوزو للفيديو. كيفاش تولي تجيك القرايه شي حاجه سهله؟ في اي نوع ديال القرايه اللي كتقرا، اول حاجه كتحدد هذاك النوع او لا داك الشيء اللي كتقرا غادي تفهمو مزيان هو اللغه، اللغه اللي ضابطها مزيان واللغه اللي كترتاح ليها. تقدر تكون عارف كاع شي حوايج بالفرنسي وعارف شي حوايج باللونجلي وتستنتجهم مثلا باللغه ديال اللغه العربيه او اللغه ديال الدارجه المغربيه. منها كتفهم داكشي اللي كتقرا، ومنها كيسهل عليك تبارطاجيه مع اللي كتعرف. غير باللغه تقدر تولي اي حاجه، اي ماده كانت كتجيك مخربقه تجيك سهله. اختار شي لغه اللي مليحه اللي كتقد ترتاح فيها نتايا وبقى تستنتج فيها داكشي اللي قريتي، ودورو في راسك غيجيك داكشي اللي كتقرا سهل. ومع الوقت غتولي دير هاد العمليه بسرعه، حيت غتولي عندك سرعه الاستيعاب. عقلك غيولي يدير واحد المعالجه سريعه باللغه اللي كترتاح فيها. كاينه واحد اللعيبه اللي غنقولها اخرى واللي كتعتبر واحد الطريقه اللي زوينه، هي انك تشد داكشي مثلا اللي باغي تقراه نتايا تقراه بالزربه، ومن بعد كتعاود تقراه بشويه. فاش تقراه بالزربه تتاخذ غير شي لعيبات، غير شي خيوط. ملي تتعاودو بشويه تما فين كتولي تركب الخيوط، هادشي بطبيعه الحال كيطرا لداخل ديال الدماغ ديالك. وهاد البلان كيوقع لك حتى ملي كتكون كتفرج في الافلام. مثلا فاش كتكون كتفرج في شي فيلم، كتكون المره الاولى يلا كتكتشف الفيلم، كتكتشف شنو كاين البلايص شنو وقع. تاني مرة كتفرج في الفيلم، وثالث مرة ورابع كتولي تعرف جميع التفاصيل ديال داك الفيلم. علاش؟ حيتاش عقلك ركب الخيوط في المشاهدة الأولى ديالو للفيلم. كتولي تجيك الفورميلا ديال الفيلم كاملة بليسين ديالها بالممثلين بالمفاجأة ديال الفيلم، كتولي عندك ساهلة داك الفورميلا. فهذه طريقة تقدر تخدمها مع أي قراية ولا شي دراسة كتمارسها. كاين طرق أخرين غنبارطاجيهم في المستقبل. شكرا على السؤال ديالك اختي، وعلى هاد الفيديو اللي ساهمتي باش يدار. شكرا لكم الاخوان على الاستماع، والى اللقاء.